طيب قال ما تعليقكم على قتل السفير الروسي في تركيا؟ هل يجوز قتله باعتبار أنه كافر وباعتبار أن روسيا من المشاركين فيما يحدث في حلب مع الأدلة؟ ما بيجوز قتل السفراء. النبي صلى الله عليه وسلم جاءه سفير مسيلمة، رسول مسيلمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم مسيلمة كيف؟ قالوا له نحن زي مسيلمة. قال لهم لولا أن الرسل لا تقتل لقتلتكما. السفير ما بيقتل يا أخوان. عندك أمريكا دي فيها كم سفير؟ في سفراء مسلمين، ده الناس الواحد بيضحي بحياته، ده ما شغله في النهاية. من كل بلاد المسلمين قاعدين في أمريكا وقاعدين في روسيا وقاعدين في غيره وفي غيره، ما برضو ممكن يقتلوك؟ فده أخواننا، ده ما شغل المسلمين، ده ما شغل المسلمين. على أقل أحواله لو ما كان سفير ذاته، ده زول جاي بجواز، هذا عقد أمان، والشغل ده شغل التكفيرين، جاي بعقد أمان، ما بيجوز للإنسان يقتله. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: من قتل معاهدا أو ذميا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 سنة. 40 سنة ما بيجوز. وده الشغل بتاع داعش وجبهة النصرة وغيره، الماء مبني على أحكام الشريعة المنضبطة. ما يزول بيقتلوا، ما يزول بيقتلوا. النبي صلى الله عليه وسلم رسل سفراء، رسل سفراء إلى الكفار، فما كانوا يقتلون إلا كسرى لما مزق الكتاب وقتل أو ما أدري، لكن في النهاية ما يقتل الرسول. النبي صلى الله عليه وسلم جاء رسل من وافدين من ملوك كفار كتار وما قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نصارى نجران جو دخلوا المسجد النبوي، دخلوا المسجد النبوي وفي النهاية عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ودفعوا مال الجزية على أن يدعهم ويتركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأمشي راجع كتاب الجهاد والمغازي وغيره من كتب الفقه من صحيح البخاري ومن غيره، فهمت؟ فده ما شغل الجهاد، ده ما شغل بتاع جهاد تقعد تكتل، فهمت؟ وده كله يا أخواننا مارق، الموضوع ده كله مارق من التكفيريين الموجودين في العصر ده، ها؟ مارقين من سيد قطب، التكفير، جماعة داعش وجبهة النصرة وتنظيم القاعدة وما أعرف ليك جيش منه كده في العراق وفي غيره وفي غيره. والآن في السودان اتكونت بالمناسبة، لو خشيت اليوتيوب سموها شنو كده، شنو كده، شنو كده بالسودان، الإسلامي بالسودان، أمير المجاهدين بالسودان أبو عبد الله السوداني. زول دلوك ساكت، زول أنت داير جهاد، أنا وديك أمشي أتكلم في الشيكيني بدي قول لهم يا ناس أعبدوا الله والمكاشف ما بيعلم الغيب، عشان العمة السوداء بتاعتك دي ما إذا غطينا بك عينك بدت عينك الأخرى. أمشي اشتغل، ده لو دار تشتغل جهاد في أخ، ده كله شغل بتاع لعب ساكت، شغل بتاع لعب. ويغشوا بيه شباب المسلمين، يلقوا الشاب زول كان مثلا بيسمع أغاني ودار يتوب لله، داير الدين، تحول من وأراد أن ينصر الإسلام من المعاصي وغيره وغير ذلك، وهو يريد أن يدخل الجنة. ودائما الزول اللي بيكون تائب جديد بيكون قلبه منكسر، وده شيء طيب، ده اللي يقوموا يستغلوا المرحلة دي ويغذوا بهذه الأفكار. وتشاهد الصور بتاع تعذيب المسلمين وتعذيب المسلمات واغتصاب المسلمات وغيره، وده كله كلام عارفين انه باطل وما بجوز، والواجب على المسلمين انه ينصروا، لكن في شروط. ربنا قال واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فإنشاء القدرة والقوة هذا واجب على المسلمين. ما طوالب تمشي تفجر، يلبسوا حزام ناسف امشي يقتل، زي ما قتلوا مجموعة من السودانيين، فهمت؟ قتلوا واحد اسمه جرانفيل منهم ود ابو زيد، معه ثاني ثلاثة ولا أربعة من السرورية التكفيريين السودانيين، ودخلهم سجن كوبر، قاموا قدوا السجن بتحت، عملوا حاجة اسمها عملية كسر الغيط، لو خشيت اليوتيوب بتلقاه، عملية كسر الغيط، قدوا السجن كده بتاع كوبر ده، قدوه مرقوا ومشوا دارين يهربوا بالمويلح بغادي، ومشوا ضربوا ناس شرطة لغاية ما جزء مات، ناس الشرطة قتلوه، جزء ثاني رجعوا السجن. ده جهاد؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. بعدين شوف الثورات والخروج والمشاكل ما هي الآن حاصلة إلا في حدود العالم الإسلامي.
الثورة في أمريكا وينها؟ هل الدولار ما زاد في دول الغرب الكافرة كندا؟ في واحد من أخواننا جاء قبل كم يوم قال لي الدولار وقع الوطا الكندي، الدولار الكندي وقع الوطا. البرميل بتاع النفط في كندا من كان 145 دولار أمريكي بقى 45 أو كم 30 دولار أمريكي. قال لي احنا خلينا البلد بقى تجارات الإيجار في الشهر 800 دولار، ما يعادل الآن كم؟ 20 مليون مش؟ الآن الدولار عامل كم؟ بالسوداني 19 ألف وحاجة مش؟ دي قريبة ال 20 مليون ده في الشهر. الناس فاتوا ما مرقوا ثورات ليه؟ بس الثورات تنفع فينا احنا المسلمين ديل. شفتها؟ يضربوا المسلمين ويخلوهم يتضاربوا ويشاكلوا. مسلم يكون طالب جامع عنده ما شاء الله عقل نير وعنده محبة للقراية والاطلاع ودار ينصر المسلمين، تقدم بحث يقول لك يا سلام والله انت زول شاطر ونديك ايه في كل المواد ونخرجك بامتياز، وبعد ما تتخرج تبقى لنا معيد تمسك لنا التيتوريالات دي، فهمت؟ والشغل بتاعه ده يقول لي يا زول هوي والله ده نحن ما بنقدر ندعمه لك، نحن الان خاشين في أزمة. الأزمة دي سببها شنو؟ سببها شنو كده وروني؟ سببها شنو كده وروني؟ منطق كده وروني؟ سبب الخروج ده، ده السبب بتاع الأزمة دي. وبقى ما في عصيان مدني بتاع فيسبوك، ثلاثة بنات وشوية أولاد صايعين تلقاهم قاعدين في الفيسبوك، فهمت؟ وأخرج وأخرج والكيزان قاعدين لك بالمرصاد، تغيب اليوم ده يدوك حقوقك طالما تتخارج الخدمة الوطنية. حتى في الجريدة واحد من الكيزان ديل قال العصيان المدني اللي بيزعموه ده قال كان سبب في انه الناس ذاتهم يلتزموا بالعمل، اللي كان بيغيب بقى يجي راجع عشان ما يشيلوا برا. يا ناس ما تلعبوا علينا، ما تلعبوا علينا. الاخوان المسلمين ناس العريفي ومين 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 كان بكوركو بشار وكافر وملحد و و و وكتل الناس ونصيري ويزعم ويفعل، عارفين انه كافر. وين القيود والشروط بتاعت الجهاد؟ هسه يا اخواننا زول دار يمشي الحج بس طوالي كده بيمشي صالة الحج وطوالي بيركب الطيران، انا سويا حج الله حج الله السوداني مالكم عليك الله خمس لي خليني اركب معاك، ده كلام ده بيجي؟ هل ربنا اخذك لو منعك تقول لي يا زول انت دار تمنعني دين الله وانت كافر مشرك منعتني من فرائض الله؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لك الجهاد ده لمن استطاع اليه سبيلا مش الحج. الجهاد نفس الشيء، الجهاد نفس الشيء. فالناس ما عدت العدة وما عدت القوة، دارين يمشوا يقاتلوا دارين يمشوا يجاهدوا. فده كله يا اخواننا مرق الافساد والفساد الحاصل. عشان كده الان برضو خش اليوتيوب، جون كيري الوزير الخارجية الفات بتاع امريكا في مجلس الشيوخ، كانت الحكومة او الادارة الامريكية، طبعا هناك ما حكومة هي ادارة، ليه؟ لانه الحكومة اللي بتجي بسياسات جديدة لكن الادارة اللي بتنفذ شنو؟ السياسات الموضوعة. عشان كده الامريكان الان الزول بتحير ليه اخواننا جابوا زول بتاع غارات ترامب ده وبيقولوا كان مصارع، وممكن يجيبوا لك واحد بتاع كوره وبيسبول، ليه يجيبوا رئيس؟ لانه الاداره دي ما عنده حاجه جديده بسويها. يعني ما ممكن مدير جامعه السودان يجي يعملها كافتريات، صح؟ ما زول مدير هتجي تنفذ منهج معين. الاداره الامريكيه الرئيس الامريكي ده الدستور ده ثابت ولا شنو يا عمار؟ مش هو الكلام كده؟ عرفتها؟ فدي الشغله كده. الناس ديل كويس؟ جون كيري قال نحن دعمنا جماعه الاخوان المسلمين ب 8 مليار دولار على اساس انه يتنازلوا من 40% من سيناء. 40% من سيناء يتنازلوا بها للاسرائيليين، دفعوا عليهم. ولذلك يا اخواننا السبب بتاع الحاصل في السودان ده وفي العالم الاسلامي جماعه الاخوان المسلمين. مش يتحالفوا مع الشيعة. الآن بشار الأسد شنو ما زول شيعي؟ اللي بيضرب بيموتوا منه؟ بيموتوا أهل السنة الذين يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفرقون بين أحد منهم. والشيعة قاعدين يكتلوا فوقهم. بسبب ماذا؟ بسبب ما يفعله جماعة الإخوان المسلمين. ولذلك يا إخواننا نحن وصيتنا للناس إنك ما تنتمي لهذه الجماعات والأحزاب، وتعلم أول معلومة خدتها في صدرك إنه سبب ضياع المسلمين الآن أو كثير من المسلمين الآن هم هذه الأحزاب التي تزعم أنها تدعو إلى الإسلام. يا أخي أنت ناس بيقعوا في الشرك، زول لاقي راسه مفتوح في حادث
ولاقي أصبعه الصغير معوق بتبدأ بشنو كدكتور تدار تعالي تبدأ بشنو تبدأ بالأكبر. دين لاقينا المسلمين ناس واقعين في الشرك يا أخ في الأبيض هناك في واحد اسمه راجل السبت. راجل السبت ده مدفون في شمالية بس يوم السبت قالوا بيقطع منا الشمالية للأبيض بالواطة تحت كويس وبيجي في بيان. بيان ده معناه ما في قبر لكن في محل كده قالوا هو محل البصهر فوق الشيخ والنسوان الدائرة عرس تمشي تشيل من المحل ده والدائرة ولد تمشي تشيل والطالبة الدار تنجح تمشي تشيل. ليه انت ما تبدأ بهذا؟ ده أول حاجة. لكن الحسن البنا جاء قال لهم هو يا ناس نحن ما عندنا مشكلة بين مسلم وبين شيعي وبين نصراني وبين مسلم، نحن مشكلتنا انه دارين نجمع الناس زي كلهم قال ضد الإلحاد. عشان كده ده منهج فاشل. ربنا سبحانه وتعالى قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحن أول حاجة نغير نفسنا العقائد الموجودة. نحن ربنا ينصرنا ليه إذا كان نحن بالنادي غير الله سبحانه وتعالى في الشدائد؟ يجيبوا في تلفزيون السودان وفي قناة النيل الأزرق والبدر وبتاع الكباشي بيقولوا أبونا الشيخ ربنا سبحانه وتعالى أداه كن فيكون على لسان. إذا قال للشيء كن فيكون. ده كله موجود الآن، موجود الآن. ودارينا نحن العيد العيش يكون رخيص والمعيشة تبقى هنيئة ونحن نستمتع ونمشي في نعم الله سبحانه وتعالى. الشرك بيمحق البركة، بيمحق البركة، الشرك بيمحق المال، بيمحق الثروات. شوف السودان ده ملان كيف. السودان ده داير فيه حديد، داير فيه ذهب، داير فيه فضة، داير فيه مغنيسيوم، داير فيه يورانيوم، داير فيه أي حاجة قاعد، داير مطر، داير مروي، داير نيل، داير بحر، كله في السودان، داير طين، داير رملة، داير قريرة، كله قاعد في السودان، داير جو بحر أبيض متوسط، داير جو سافنا فقيرة، سافنا غنية، سافنا بتشحت، كله قاعد في السودان. احنا مشكلتنا في شنو؟ مشروع الجزيرة، الشيوعيين ينظروا برام، الكيزان ينظروا برام، الشيوعيين ولياسي ما صلحوا، مالكم في شنو؟ في قباب، قباب ابو حراس تلقى فيها 700 قبة. ده شنو ده؟ مطر بفوق والنيل قريب وغير الترع الماشة. اقول لك يا اخ والله ال 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 الفدان والجدعة بقت ما بتجيب اي حاجة. المزارع يطلع بعد نهاية الموسم مفروض يمشي يسدد ديون. ده كله سببه شنو؟ الشرك بالله. ربنا قال ظهر الفساد في البر والبحر. ابن كثير قال الفساد هو وغير من والقرطبي وغير من العلماء قالوا الفساد هو غلاء الأسعار وذهاب البركة، وهذا قول ابن عباس. وبعض العلماء قالوا هو الشرك، قال وهذا فيه نظر، وإنما الصحيح هو ذهاب البركة وغلاء الأسعار وشدة المؤونة وصعوبة العيش المعيشة بسبب شنو؟ ربنا قال بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم شنو؟ يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبله كان أكثرهم مشركين. عشان كده أخواننا الشرك ده أكبر مصيبة. ربنا قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الشرط شنو؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا حتى يعلم الإنسان أن الشرك بالله يمحق البركات. إن شاء الله نقف للحد ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم. ونحن على وعدنا، المتحدث القبيل أو الأخ القبيل السائل قال إنه حيجيب لنا الكتاب ويجيب لنا هل هو إنه يعني مغشوش أو زوروا على الصوفية أو كده أو كده. إن شاء الله يجيبوا لنا، ونحن إذا لقينا إنه الكلام باطل ما عندنا مشكلة، بنرجع ونتوب إلى الله سبحانه وتعالى قدام الناس، ما عندنا مشكلة. الذي خلوها